السلام عليكم اختي، عافاك اختي. عندي واحد الناموسيه، ها هي اختي بالكادر ديالها ديال الحديد. ها هي اختي، هانتي الشكل ديالها، عندها البارات ديولها. ها هما الماطله اختي، بقى مزيانه، ها هي بقى نقيه. ها الناموسي ديال الحديد، متر 40 على متر 90، العرض متر 40 والعرض والطول متر 90. هانتي الشكل ديالها من هنا، ها هي اختي، ها هي. هانتي اختي هنا موسيه كادر، والماطله ديالو ها هو اختي، نقيه ما فيها حتى شي حاجه العيب، والثمن جيد مناسب، غير 600 درهم هي الماطله ديالها، 600 درهم. ها هي اختي، هي الماطله 600 درهم. اللي بغاهم مرحبا به، هما متر 40 على متر 90. ها اختي ناموسيه بالماطله ديالها، العبار متر 40، العرض والطول متر 90، ثمن 600 درهم. الهاتف 0640154374 كازا الحي محمدي. وشكرا، بغا شي حاجه مرحبا به. السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. جبنا لكم هذا البروكار بومبي على هذا الشكل، هذا بالزقلي كيف ما كتشوفوا. الخديه ديال 90 دايره كلها بالكابلي، الكالون دوبل لسان، نص نص او دو فاس. بالنسبه لي كالدو درناهم نص نص على هذا الشكل، هذا هتشوفوا معنا اللور ديال الخديه كيفاش داير، كيجي غزال في التفريشه، وهذه طلميطه البنات. فبالنسبه لهاد الدره البنات، فيها 10 الخدادي ديال 90، فيها 4 ديال لي كالدو، وفيها 12 متر ديال الطلميطه. كتفصلي على حسب العبارات اللي عندك واللي بقى لك، راه كتزيدي لي كالدو، لي بتي كوسان، مزاود اولا مخدات خاصينك، كل وحده والاحتياجات ديالها. وبالنسبه للثمن، ثمن جد مناسب ومشجع لاي وحده بغات تفرش معنا، فكيبقى فقط ب 1300 درهم البنات، 1300 درهم. اللي بغا يتواصل معنا على 06-03-10-89-83، 06-03-10-89-83. فمرحبا وألف مرحبا بالجميع. اللي كيسولنا فين كنتواجدو، فاحنا كاينين في مدينة الدار البيضاء، وعندنا توصيل داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب، فمرحبا بالجميع. السلام عليكم البنات، كي دايرين اختي هاني؟ صحيحه مزيان، اموركم بخير، نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. انتم اختي كاين هاد الباندا اللي عندها شي سيجور بغاتها، مرحبا الف مرحبا. انت اختي واحد مخده، جوج، ثلاثة، أربعة اختي، أربعة الخديات هنايا، أربعة الخديات اختي كيبقاولك بخمسين درهم. أربعة الخدادي، انتم شوفوا أربعة الخديات كيبقاو لك بخمسين درهم اختي. اللي بغات تسكريني ها هو اختي الموديل، كاين اختي هاد الباش طوب، نحسب لكم شحال مخده فيه، سبعة 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 ثمانية تسعود عشرة الناس.
10 11 12 كاين مع اختي الباندا ديالو 12 13 خديه 14 ومع مد الباندا 14 البنات فيه 15 خديه اختي ومعاها اختي هذوك ديال السداري ديال الغراغه هانتوما سبعتاشر خديه والغراغه اختي معاها تهبطيهم اختي في السداري وتهبطي معاهم الباندات ديالهم كتبقى ب 300 درهم اختي هذه كتبقى 300 درهم شي حاجه زوينه وهمويه واللي بغاتها مرحبا الف مرحبا 300 درهم اختي وانتي انتي اختي مصوبه صالونك شوفوا اختي المطروزه كي دايره دور اختي هذه كبيره كتبقى 300 درهم اختي تخيل صالونك مخير 300 درهم كاين طرف اختي نتوما طرف ديال الكري بروكار شي حاجه زوينه وهمويه انت اختي بروكار زوين انت اختي شوف كده انا عاد كنصور في الليل ما عطيش الالوان حقها اختي فيه جوج مترو والزياده جوج مترو اختي والزياده اللي بغاتو غنعبروا ليها غنعبروا دابا النساء البنات جوج متر اختي فيه وعشرة سنتيم شوف البروكر كده جوج متر وعشرة سنتيم كتبقى اختي بخمسين درهم خمسين درهم وهمتي اختي تقدري ديري مخيدات صغار تقدري ديري مخيدات كبار يعني انتي كيما بغيتي تخدمي بيه تخدمي بيه هذا الكري البنات الكري خمسين درهم اختي الطرف ريشة باند اختي هادي اللي عندها هذا الموديل وبغا تخدم بيها طرف اختي اللي كيبقى ب 10 دراهم اللي بغات تسكريني 10 دراهم اختي داك الطرف عشرة دراهم اختي هاد الطرف اللي بغات تسكريني مرحبا وعندي اختي هذا تهوايا كيبقى ب 10 دراهم عندي اختي شي بروكار باغا ندوزو ندير لكم ثمن مناسب اللي بغاتو مرحبا والف مرحبا 10 دراهم وكاين اختي اللي تا هويا طرف كبير في البرونز هذا تا هو اختي ب 10 دراهم انتما شوف 10 دراهم البنات كاين هذا في جوج متر البنات جوج متر تا هو والزياده جوج متر اختي كتبقى لك ب 50 درهم صار جوج متر في هذا اللي بغاتو غنعبروا ليها كيبقى ليها ب 50 درهم اختي 50 درهم وانت اختي مفرشه دير منه مخيدات ديكورات اللي بغيتي وكاين اختي هذا البرونز تا هويا كيبقى لك ب 10 دراهم كاين اختي هذا هويا هاد الطرف كيبقى ب 10 دراهم
كاين اختي هذا حتى هنايا كيبقى لك هو فيه متر والبنات كيبقى لك بعشرة دراهم في متر. الناس هادشي ما عندي كثير كنقول اللهم بلادي متنفع به ما كاينش غنبقى انا هادشي حاطاه بزاف هكا عارفين اني خدامه في الدار ما يمكنش ليا غنبقى السلعه نستوكيها كنقول اللهم نصولدي واللي عندها شي حاجه بغات تهكايه تخدم بها علاش لا كلشي يستافد هذا كله ما اختي 10 دراهم خاصه اكسسوارات خاصه شي حاجه مرحبا وهذا الطرف هذا خصنا مخيط خده كالدو مخيط كحل انت في السنسله تسدو لي على الجناب البنات كالدو مخيط كيبقى لك سوا اختي ب 10 دراهم وديال دره ديال السامبل ديال المطاوس وكاين اختي هاد الخضر هو كيبقى ب 10 دراهم اللي بغا دير مخيدات صغار. السلام عليكم ورحمه الله على بركه الله نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عندي هاد الدره ديال الطلامط دره جديده بالنسبه للعبار اللي في هاد المطروس فيه 10 مخاد كبار وفيه 8 ديال الديكور والطلمات باقي له فيه 13 متر. هادو هما المخاد كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للمخاد الخديه كتمشي نص 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 من المطروز اون سامبل الظهره حتى هما سامبل مخاد مخيطا بالمجدول كيف ما كتشوفوا معايا الكالون واللسان أربعة على هاد الشكل مربعين لوين ما شاء الله هاد مزال المخدمة عامريش مزيان كيف تنقول ديما راه ما كتبان تفريشة حتى كل حاجة كتشد بلاصتها كامرو المخد مزيان عاد كتبان تفريشة. بالنسبة للمخد كاينين 8 بهاد الرشمه اللي هي هادي كيف ما كتشوفوا معايا على هاد الشكل وجوج بهاد الرشمه الثانيه راه نفس اللوان نفس اللون كيف ما كتشوفوا معايا غير الرشمه اللي مختلفه. 10 المخاد كبار و 8 ديال الديكور 4 طوال و 4 مربعين وطل مترولو فيه 13 متر لوين ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للثمن ديال هاد الدار كتبقى ب 1500 درهم واللي مهتم تواصل معنا على 06 78 53 22 37 كنتواجدوا في كازا والتوصيل بحال ديما راه عندنا الحمد لله متوفر في المغرب كامل كاع اللي كتاخذ ما عنديش شي حاجه راه كتوصل حتى لباب الدار. يلا السلام عليكم ورحمه الله في امان الله. اللهم يسر. السلام عليكم بنات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. جبنا لكم هذا اللون الغزال اللون الاسود لون كلاس جري خياطه شي حاجه لي توب والتوب كاليتي مازال التصوير ما عطيش حقه شي حاجه لي غزاله كيف ما كتشوفوا الخديه ديال 90 دايره كلها بالكابلي شوفوا كيفاش داير بحال شي لوحه فنيه دايره بالكابلي الكالون دوبل لسان نص نص و دو فاز. بالنسبه لي كالدو خليناهم سامبل باش ما يجيش الصالون ديالك طرو شارجي. وبالنسبه للطلميطه كيف ما كتشوفوا فهي على هذا الشكل. فبالنسبه لهاد الداره فهي 3 بياس نص في الخديه ونص الاخر في شكل اخر وطلميطه شكل ثالث. فبالنسبه لهاد الدار البنات فيها 10 الخدادي ديال 90 فيها 4 ديال لي كالدو وفيها 12 متر ديال الطلميطه كتفصليها على حسب عباراتك واللي بقى لك كتزيدي لي كالدو لي بتي كوسام خدات اولا مزاود خاصينك اولا بوفا كل وحده وشنو محتاجه يعني هذاك الشيء اللي غيبقى لك ما غاديش تضيعي فيه. شوفوا اللور ديال الخديه كيفاش كيجي اكثر من رائع طرو سامبل شي حاجه واعره وكلاس.
وبالنسبة للثمن البنات كيبقى ب1300 درهم. اللي بغا يتواصل معنا على 06-04-34-63-75 06-04-34-63-75. فمرحبا وألف مرحبا بالجميع اللي كيسولنا فين كنتواجدوا. فاحنا كاينين في مدينة الدار البيضاء وعندنا التوصيل داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب. فمرحبا وألف مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. على بركة الله، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالأخوات. عندي هالدارة ديال طلامط، بالنسبة لهالدارة راه جديدة ما مستعملاش. بالنسبة للعبار اللي في هالدارة، فيها 10 المخات كبار و8 ديال الديكور، 4 طوال على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، 4 مربعين اللي هما هادو. دار غزالة ما شاء الله، لوين ما شاء الله. بالنسبة للأخوات اللي كيبغوا الألوان بهجة ومفتوحة، هاد اللوين هذا راه ما شاء الله. المخاد هما هادو. بالنسبة للمخاد، الخدية كتمشي نص نص، نص من المطروس ونص سامبل من الطلميط. الدورة حتى هما سامبل. الخياطة اللي في المخاد، دار غزالة ما شاء الله. 10 المخاد ديال 90، 8 ديال الديكور، 4 طوال و 4 مربعين، والطلميط رولو فيها 13 المترو. بالنسبة للمخاد، كاينين 7 بهاد الرشمة كيف ما كتشوفوا معايا، بهاد الرشمة و3 بهاد الرشمة. هادي دار غزالة ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا، ما شاء الله. عشرة المخاد كبار و8 ديال الديكور، والطلميط رولو فيها 13 المترو. بالنسبة للثمن ديال هاد الدارة، هادي كتبقى ب1500 درهم. دارة جديدة، شي حاجة اللي غزالة ما شاء الله، كلشي معتبر في هاد الدارة هادي. واللي مهتم تواصل معايا على 06-78-53-22-37. كنتواجدو في كازا، والتوصيل عندنا الحمد لله متوفر في المغرب كامل. قال لي كتاخد من عندي شي حاجة كتوصل حتى لباب الدار، في ظرف 24 ساعة كتوصلها أمانتها. يلا السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله، اللهم يسر. بسم الله، السلام عليكم. عندي هاد البلاطوات كيف ما كتشوفوا معايا، ها هما طقم واحد، واش هي البلاطوات صغير وكبير، ها هو الشكل، شكل رائع 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 جدا. شوفوا معايا، شوفوا معايا الطقم كيف ما كتشوفوا. ها انتما صراحه الشكل رائع بالنسبه للنقش، بالنسبه للثقل، بالنسبه للشكل ديالهم صراحه ما فيهم من تعيب، صراحه شكلهم رائع رائع جدا. هانتوما شوفوا هكا الشيء. عندي هاد الناموسي اختي للبيع، 90 على 90 متر ديال البلاصه، الكادر يعني لو لي والماطله ديالو بجوج بيهم. الكادر ديالها هو اونوار، نقيه 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 بزاف. شوفي انت هاد الجلد ديالها راه ما فيهش نبشه، ما فيهش ولو قشره وحده ما كايناش، شتي باقا جديده نقيه شتيها. ها هو غنبعد باش يبان لك لوكادغ ديالها، وهي والله الجهه الاخرى شتيها نقيه، الماطله ديالها نقيه بصح نيت مزيان. ها هي كتبان، كنظن حتى التصوير ما بينهاش تيلمو كاميلفو. شتيها نقيه، والتحت ديالها بيان سور راه كاين حديد خفيف، ماشي داكشي وشي حاجه اللي هي سوليد اللي تصبر، ماشي شي حاجه اللي تطرطق ولا تبرزطك ولا شي حاجه. شتيها دونك 90 على 90 متر. الثمن ديالها بغير قابل للنقاش هو 800 درهم، والرقم ديال الهاتف اللي بغاها يتواصل معايا في 06-61-62-36-94. وشكرا. شكرا على شكري دوسون. هانتوما الشكل كيف ما كتشوفوا، اللي بغاهم مرحبا والف مرحبا، كنطلب فيهم 1900 درهم. اللي بغاهم مرحبا والف مرحبا. وفي لايف كيف ما كتشوفوا الميقات هادو، شوفوا الشكل، هادو كيتسمو شكل ديالهم ديال بيانو، على شكل بيانو. ها هو الكاشي، شكيل اللي بغاهم مرحبا ألف مرحبا.
الثمن ديالهم كنطلب فيهم 800 درهم. اللي بغى شي حاجه من هذا الشيء مرحبا الف مرحبا. رقم الهاتف 0 74 26 00 56 كذا وشكرا. بالنسبه للتوصيل لجميع المدن نعاود رقم ديالي. سلام كيديري لاباس عليكم. واحد الطلامه طعمه فيهم 4 جوج 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 واحد فيه متر ونص 8 المخاد. شوفي المخاد كيديرين وفيهم هاد الطوال. هاد الطوال فيهم ثلاثة وديري هادو فوقهم تا هما فيهم ثلاثة. تنقول فيهم 6000 ريال. أناسي 0 6 70 55 71 13 مرحبا. سلام كيدايرين لاباس عليكم. واحد الزربية ثلاثة مترو فيها جوج ونص 0 6 70 55 71 13 أناسي. تدور فيها مولاتها 7000.